انا مبسوطه ان انا بشارك في مهرجان القاهره، ان انا باجي اتفرج على افلام، واتمنى ان انا اعرف اتفرج على كل الافلام اللي موجوده، عشان انا عندي شغف ان انا فعلا اتعلم. ده حقيقي، انا حريصه فعلا ان انا احضر الندوات الصبح واجي اتفرج على الافلام بالليل. هو ما كانش مقصود بترند خالص، الموضوع كله ان انا كان نفسي اعمل الفستان ده من زمان، من اول مره جيت فيها هنا مهرجان القاهره، وان عيد ميلاد صباح كان يوم 10 والمهرجان كان يوم 13، فانا كنت حابه اقول كل سنه وانت طيبه بطريقتي، يعني ان انا احيي ذكراها. بصي انا مش متابعه كومنتس كتير، بس كان في ناس بتقول هو طبعا الفستان مش كوبي بالظبط، يعني احنا حاولنا، محمود غالي حاول يعمل كده، بصراحه انا بحييه. ويمكن ان الكورساج ما كانش متقن او كان معرضني، كنت عايزه اقولهم انا اللي اتخنت، بس يلا ربنا يخليكي. بصي هقول لك على حاجه، ما فيش حد هيتفق على حاجه، يعني لازم هتلاقي انتقادات، يعني لولا اختلاف الاذواق ما فيش حد بتعجبه حاجة بعينها، يعني لا انا مش يعني انا تمام لو انتقادات فنية انا بحب اتابعها، وبحب ان انا اخد بالي من حاجة لو عملتها غلط في المرة الجاية ان انا اصلحها. انا بتكلم عن نفسي، لكن لو هي حاجة مش فنية او انتقاد في سبيل الانتقاد انا مش باخد بيها قوي، اصلا مش هلاقي حد بيتفق على حاجة. ان شاء الله فيلم السرب اخرجه استاذ احمد نادر جلال. في فيلم اخر نايزك برضه ان شاء الله، ده فيلم ده من مختلف الدول العربية، معايا محمد عز، وبيتكلم عن الروبوتس وفي بقى مغامرات وحاجات كده. هو فيلم صعب وانا تعبت فيه وبدلة حديد وبتاع، بس ان شاء الله يبقى حلو.